السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة زي ما عودناكم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تتفرج علينا وتشوف فيديو لينا، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار بفيديو بنزله. ولو كنت جديد أو قديم اخبطنا اللايك، لأن اللايك مهم في انتشار الفيديوهات، وعايزين دعم الفترة الجاية إن شاء الله، ادعمونا. هتكلم على النهارده ليفربول، قطار ليفربول يدهس الجميع. ليفربول فرقه ما يعني ما حدش عارف يوقفها بجد بجد. يعني ليفربول السنه دي كاسح، يعني تلعبوا بقى دفاع، تلعبوا هجوم، دفعت هيحط عليك، هاجمته هيحط عليك برضه. يعني انت اعمل اي حاجه غير ان انت مفيش، ما هو يا دفاع يا هجوم، هتعمل ايه؟ هتقف في النص كده تلبس اديداس؟ لا، هو ليفربول 76 نقطه من 26 لقاء، 25 فوز وتعادل وحيد. النهارده نورتش سيتي الراجل بيلعب نورتش سيتي، فنورتش سيتي بقى ايه عامل فيها راجل، وانا انا اللي هوقفه، انا اللي اخر الدوري انا اللي هوقفه، هتشوفوا هعمل فيه. بصوا يا جماعه، الماتش كان صعب جدا ومقرب ومفيش، ومحطه العشرة بيدافع بيهم وبيلعب على المرتده بوكي قدام. بس على مين؟ على مين يا معلم؟ على كلوب؟ لا مش على كلوب. يعمل كلوب بقى ينزل ماني، ماني اللي راجع من اصابه بقى له 3 اسابيع مصاب، يعمل ايه ماني؟ يحرز جول ويفوزوا 1-0. الناس بتقول الكوره يعني فاول ومش فاول، نتكلم بقى بكل منطق كده وبكل، يا جماعه الفار قال مش فاول، وبرده احتكاك بسيط. الكوره الانجليزيه سام بيلعبوا مصارعه، دي مش كوره، يعني هما بيلعبوا مصارعه. ليفربول خد الدوري؟ لا كده خلاص خد الدوري يا معلم، انت منتظر ايه؟ 76 نقطه، انت بتتكلم في من 26 لقاء، يعني فاضل له 12 لقاء، اضرب ال 12 بقى في 3 بونت ب 36 بونت، يا نهار ابيض ده كده هيوصل كام؟ ادي 82 و30، 112 نقطة. بسم الله ما شاء الله، رقم ما تحققش في تاريخ المريخ، مش في تاريخ الكرة العالمية، لا في تاريخ المريخ ما حصلش ان حد جاب 112 نقطة. ليفربول لو جاب 112 نقطة او جاب اساسا 105 107، الرقم ده ما تحققش في اي منطقة في الكواكب اللي حوالين. يعني انا مش عارف، هو ناس عمالة تقول لي ده طفرة ولا طفرة ايه يا عم؟ ده الراجل عمال كاسح، تدافع قدامه يحط عليك، تهاجم قدامه ما تشوفش ستات وسبعات والكلام الغريب اللي بيعمله ده. ليفربول السنه دي طفره، السنه دي ليفربول مش عارف اقول ايه بجد والله. ليفربول 26 لقاء يا جماعه، 25 فوز، 25 فوز الحق، يعني يعمل ايه الانديه اللي بعد كده؟ ده فرق 22 23 نقطه عن الثاني، ولا تحس كده لو شلت ليفربول من المنافسه؟ لا، المنافسه على الدوري هتبقى قويه جدا جدا. ليفربول السنه دي ده السيتي يا جدع وجوارديولا في عزه ما عرفش يعمل كده، ده لما وصل 100 نقطه ولا 101 كانوا عاملين فرح، ده ممكن يوصل ل 112 نقطه، انت متخيل فرقه توصل 112 نقطه؟ كلوب مدرب، كلوب بيعمل كل حاجه. كلوب النهارده يعني مفيش حلول، انزل مين؟ خد انزل يماني خلص لي المباراه، نزل ماني خلص له المباراه، ما هو يا مؤمن خلص المباراه 1-0 1-0، وفيرمينيو مضيع جون اساسا ما يضيعش من على خط الجون، بس كان 1-0 يعني، وربنا سترها معاه. صلاح النهارده يعني انا عارف صلاح ليه النهارده ما تالقش، يعني انا عشان انا جبته في الفانتازيا، فصلاح مش شايف اساسا، انا اول جوله اجيبه صلاح اللي عمال يجيب اتنينات وعمال يعمل اداء اللي عمال يعمله بقاله كام اسبوع، انا وقفت حاله. معلش يا جماعه انا اسف، بعتذر لكل المصريين وكل الناس اللي بتشجع ليفربول ان انا اشتريت محمد صلاح. يا تدفعوا لي كام عشان ابيعه؟ ما هو لازم ابيعه عشان يتالق ليفربول، ما هو كده خلاص خد الدوري. انا هقول ايه؟ ليفربول خلاص فاضل له كام ماتش على الدوري؟ لا، هو ممكن 3 4 ماتشات كده ويحسم لقب الدوري خلاص. يعني انتم مستنيين ايه؟ فرقه ماشيه وكانسى اي حد اللي بعده، تحس كده ان واقف كلوب واقف كده على ايه؟ على جدول الترتيب الدوري، اللي بعده عدي، اللي بعده عدي، عمال ماسك الفرق عمال على قفاها ويعدي، على قفاها حد يوقفه يا جماعه، حد يوقفه الله يكرمكم، حد يوقفه. ده لو عمل كده في دوري الابطال هياخد دوري الابطال وياخد الدوري، بسم الله ما شاء الله، تبقى مكتوبه لك يا كلوب. بصراحه كلوب يستحق، كلوب يعني مدرب بيعرف يصنع نجوم، مش بيشتري نجوم زي جوارديولا. جوارديولا اللي فرقته هتتوقف شكلها كده، ومش هلعبوا 2 دوري ابطال بسبب اللعب المالي الغير النظيف اللي عمال يشتري ويدفع فلوس ويعمل حاجات. لا، كلوب بقى بيجيب لك العيال الصغيره اللي هي ايه تمنها رخيص دي، يشتري لعيبه ويعمل نجوم. محمد صلاح كان جاي ما كانش كده، يعني روبرتسون ارنولد ما كانش كده، فان دايك كان بيلعب في يعني في فرقه يعني ساوث هامبتون وجاء فان دايك. اليسون بقى حدث ولا حرج، اليسون احسن حارس مرمى في العالم، اليسون تحس كده ان ايه الكره اللي راحت انفراد دي وبتتشاط، فان دايك واقف
متخيل برضو ان هو هيجيبها وهيصدها، وجابها يا مؤمن. كرة تانية وكرة تالتة، هو اليسون احسن حارس مرمى في العالم، حاجة كويسة جدا. يبقى عندك حارس مرمى تبقى مطمئن، وعندك مدافع برضو زي فان دايك مطمئن. انت الناس دي ليفربول دخل فيها اهداف طبعا، ما قلناش يعني ان هم خارقين للدرجات دي، بس برضو ليفربول في حتة تانية. مباراة النهاردة كانت صعبة، مباراة النهاردة كانت قوية، مباراة النهاردة نورتش سيتي قدر يحرج ليفربول في اغلب الفترات اللقاء، وكان قريب من احراز التعادل، بس التعادل على مين؟ لا، راح منزل له ماني، طلع ميدو ونزل عمرو زكي، راح منزل ماني خلص المباراة وفاز 1-0 يا مؤمن، وصل النقطة 76. مبروك لكل انصار ليفربول، الرقم الخزعبلي اللي هيعملوه اللي مش هيتكرر ولا في كوكب عطارد ولا المريخ ولا الحتت دي. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. قول لنا رأيك في أداء ليفربول، قول لنا رأيك في أداء محمد صلاح، قول لنا رأيك في أداء اللعيبة النهاردة. مين؟ أنا شايف إن ماني نزل غير المباراة صراحة، وهو نجم المباراة النهاردة. لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس. دمتم في أمان الله.